إلى تعز وبهدف رسم البسمة ومساعدة المحتاجين، افتتح وكيل أول للمحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي مركز بسمة الصحية الخيري كأول مركز تشهده المحافظة من هذا النوع. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. افتتح وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ومدير عام مديرية المظفر محمد الكدهي والعديد من القيادات والمشايخ والإعيان مركز البسمة الطبي، والذي يتكون من نساء وولادة وأطفال وباطنية وأسنان وموجات فوق صوتية ومختبر طبي، والذي يتبع مؤسسة ازرع البسمة الخيرية، والذي سيكون ريعه للمساعدات المحتاجين في محافظة تعز. أولا نشكر الفاعلين الخير ومن قاموا بهذا العمل الخيري للمركز الصحي، ونحن في المجلس المحلي سنقوم بدعم وتسهيل مهامهم، خاصة وهذا المركز بإيراده سيكون دعم للأعمال الخيرية. نحن نشكر الداعمين وسنقوم بالواجب إن شاء الله أن يكون هناك مركز استثماري من أجل الصحة، فهذا عمل جيد. أول مركز طبي استثماري خيري للمساكين والمحتاجين في قلب مدينة تعز، التي تحتاج مثل هذه المشاريع للوسطاء والذين يعانون الحرب والحصار والوضع الاقتصادي المتردي. بفضل من الله وتوفيقه تم افتتاح اليوم مركز البسمة الطبي التابع لمؤسسة ازرع البسمة، هذا بفضل الله ثم بفضل جهود فاعلي الخير الذين وقفوا معنا، بفضل الرجال الخيرين والذي سيكون أرباحه لصالح الأعمال الخيرية بإذن الله، ويسمى يعني مشروع تمكيني. أن تزرع البسمة من مركز البسمة الطبي، وخصوصا أن يهتم بزرع البسمة على وجوه المحتاجين ومن لا يقدرون على تكاليف العلاج، هذا المركز جزء لا يتجزأ من فعل الخير الذي يحتاجه أبناء تعز الذين يواجهون الحرب والحصار والاحتياج. نعيم خالد لقناة عدن فضائية تعز.